اكبر من زيرو. هذا كله اخذته انتم في السنه التحضيريه. نهايه 1 اوفر اكس لما اكس في الانفينيتي هيطلع عندي كام؟ زيرو. نهايه 1 اوفر اكس اكسبوننت ار ار وات ايفر ار من كيو ماشي هيعطيني عند زمين حيث ار اكبر من صفر طبعا مقدار موجب هذا وليس سالب. فيطلع عندي كام؟ نهايته نهايته صفر. نهايه 1 اوفر اكس وير اكس ابروش تو زيرو فروم رايت سايد انفينيتي فروم ليفت سايد نيجاتيف انفينيتي. الحالتين مع بعض from right from left doesn't a غير متساويين. إذا شو بنقول doesn't exist. نهاية e is x لما x infinity infinity. نهاية e negative x لما x في infinity zero. نهاية لين x لما x approach to zero from right side فبروح للناقص infinity. رسمنا لكم يا مرة. ونهاية لين x هذه لين x لما x في infinity infinity لين الواحد صفر لين الصفر لين الاي واحد. هناخذ مين كمان؟ النهاية كنا نعرفها أخذناها في السنة التحضيرية. نهاية ساين اكس على اكس تان اكس على اكس بيساوي الواحد لما اكس ابروش تو زيرو. المقلوب نفس الشيء بيساوي الى الواحد. نهاية ساين اي اكس على بي اكس انا اعطيكم اياهم في المين كونسبتس ذكرتوهم يا شباب. لما اكس ابروش تو زيرو شو بيعطيني؟ اي على بي. نفس الشيء ما يقال عن الساين يقال عن التان يعطيني اي على بي. نهاية 1 ماينس كوساين اكس على اكس لما اكس ابروش تو زيرو بيساوي الى الزيرو. خلصنا منه. حلقة عن التعيين عندي اياها اليوم يا اخوان. اذا كان في البداية 0 over 0 او 0 over 0 او infinity over infinity ماشي. في الحالتين شو بنعمل عندها؟ اذا في قاعدة يمكن لنا نقولها انه ايه قاعدة اوربيتال لاوربيتال رول نطبق عليها لاوربيتال رول ماشي. شو بترول حناخذ والله مثال 2 3 4 5 6 عليها ماشي الحال. نجي بعدين حناخذ مين الحاله الثانيه ما هي انفينيتي ماينس انفينيتي. في عندي هون اكثر من تمرين حنشوف والله كيفيه التكنيك تبع الحل لهذا النوع من النهايات. زيرو في انفينيتي هون لابد نحوله الى احدى الحالتين يا اما زيرو اوفر زيرو اور انفينيتي over infinity. فهمنا يا اخوان؟ اذا الحاله الثالثه زيرو في انفينيتي بنحولها الى احدى الحالتين يا اما زيرو اوفر زيرو او انفينيتي اوفر انفينيتي. كيف بنحول وليش؟ حنشوف والله الان نحن حسب طبيعه مين كل سؤال. بعدين هون بعدين شو بنعمل بعد هذا التحويل؟ ثم نطبق مين؟ لاوربيتال رول. اوكي يا شباب؟ 0 exponent 0 1 exponent infinity infinity exponent 0 كلهم من ايه؟ نطبق عليهم قاعده اللوغاريتميه من y يساوي ان f of x يا اخوان. ثم نطبق مين؟ القاعده اللوغاريتميه لين y شو بيساوي؟ لين ل f of x. اوكي and so on. هنحل والله مجموعه نماذج تمثل هذه الحالات. حيسألونا في الاختبار في واحدة منهم أي واحدة الله أعلم. يكفيكم لو أعدتوا حل المحلول بعدين والله challenge yourself خلك تمرين أو اثنين غير المحلول وحلهم. وأي مشكلة عندك ابعث لي ابني بعتولي على الواتساب أنا بجاوبكم. بس ما حد بعت لي شيء لغاية الآن للدليل أنه لغاية الآن ما ذكرتوا أنتم ناطرين عملية الشحن. طيب اشحنوا على مهلكم. عندنا رقمك يا دكتور حبيبي. أنت بتحضر معنا؟ لا يا حكيني يا دكتور. انا لصفريك يا دكتور. تحضر معنا انت؟ اي والله احضر معك. ما عندك ليدر الا اذا ما معكم من اول حصه انه تواصل معي عن طريق الليدر. انا نرسل له الاسئله عادي حسب المحاضره بس. انا عليكم من زمان اي شيء تريدوه من مالك بعثوا للليدر بيبعث لي. انا قايل له يا ابني عنكم 24 ساعه مكتبيه يوميا. اي حدا منكم عنده مشكله في حل اي شيء ولا والله عم يحل طلع عنده بده يتاكد بده يسالني باي شيء يبعث لي عن طريق الليدر. صح يا ليدر ولا ما صح؟ لا لا صح خلاص. يعني بعثوا لي شيء ما جاوبتكم؟ لا. فانا صادق معكم يعني اسالوا اللي غيركم درسوا سابقا عنه. نفس الاسلوب تماما ابني باي ساعه باي وقت لما اكون فاضي بجاوبكم. ما عندي اي مشكله ابني. ما ضروري تيجي المكتب تقعد عندي وتقعد جنبي ماشي بالشكل هذا. فلو هم
لو جينا طبقنا النهاية بشكل مباشر بطريقة التعويض حيطلع عندي 0 over 0. 0 over 0 هذا شو بيخوني أن أطبق لـ orbital rule. نحن بنختصرها بهالرموز الثلاثة LHR لـ orbital rule. هذا شو بيساوي ابني بيقلي دمك أنا شو عندي هون numerator عندي denominator صح؟ مشتق البسط لحال والمقام لحال. إذا البسط في مكانه مشتقته مثل ما هو في مكانه مشتقت ما تحت الجذر على 2 في البسط صح يا صديقي؟ نجي الآن مشتقة لين x 1 over x where x approach to 1. لو جينا عوضنا مكان كل x بواحد حيطلع عندي إذن نصف على واحد. نصف على واحد شو بيساوي؟ نصف يساوي نصف. خلاص موضوع بسيط جدا طلع عندي نصف. في مشاكل؟ واضح دكتور. يعني موضوع بسيط جدا. لو في أي مشاكل شايف كيف كنا بسطنا أكثر مني. نجي الآن أصدقائي لو جينا عوضنا بتعويض مباشر حيطلع عندي هو مكان كل x بزيرو حيطلع عندي زيرو صح لأن ساين الزيرو بزيرو تان الزيرو بزيرو. فشو بيقول لي الآن لأوبيتال رول هذا شو بيساوي ابني ليميت هذا ليميت ناخذ البسط لحال والمقام لحال مشتقه مشتقة الساين كوساين مشتقة الاكس واحد مشتقة التان سيك سكوارد اكس مشتقة الاكس واحد لما اكس ابروش تو زيرو هيطلع عندي نفس الشيء يا اخوان زيرو اوفر زيرو صح شو بقول له لأوبيتال رول صح يا شباب هذا ليميت هذا ليميت ها هذا شو بيساوي مشتقة الكوساين نيجاتيف ساين صح ابني مشتقة السيك سكوارد إذا مشتقة مين الأوتر صح في مشتقة الإنر شو مشتقة السيك سيك تان في سيك سيك سكوارد في تان أكس شوفوا أخوان نحن هون لو جينا عوضنا حيطلع عندي 0 over 0 دي أطبق أوربيتال مرتين لكن لاحظ أنا عم أشتغل مع مين عم يشتغل مع الدوال المثلثية صح ولا لا trigonometric function أنا عندي هلأ هون لاحظوا هذا الساين صح يا شباب minus sign x هذا التان ما هو التان عبارة عن sign x صح يا أخوان على كوساين ال x وهذا هون a 2 sec squared alright where x approach to 0 شباب تقولي هون لو سمحت ساين في النوميريتور مع ساين مثله تماما في الدينوميريتور شو عملنا فيه؟ تزنهم صح؟ نجي بنعوض الان عوضوا لي يا شباب حيطلع عندي كم الان؟ نهايته هذا اذا مكان النوميريتور طلع عندي نيجاتيف 1 هذا 2 سيك 0 1 سكويرد وعندي هون 1 اوفر 1 صح يا اخوان؟ وكوساين 0 1 إذا حيطلع عندي نيجاتيف 1 over 2 كلير كلير يا شباب كلير طيب أصدقائي لو جينا عوضناهم بشكل مباشر شو بيطلع عندي هيطلع عندي لازو إذا ساين الزيرو زيرو صحيح زيرو على زيرو شو بقول له لأوبيتال رول هذا شو بيقول لي هون نهاية تقول لي هون ابني نهاية باخذ المقام اشتق المقام لحاله كان بيعطيني واحد هذا واحد صح مشتقة البسط هذا مشتقة مضروب ابني مشتقة الاول كوساين صح كوساين مين اكس في روت اوف 1 ماينس ساين اكس بلس الاول ساين اكس شوف يا صديقي مشتقة الجذر شو مشتقته نعرفه هو مشتقة ما تحت الجذر مشتقة الساين كوساين صح في نيجاتيف هنا على 2 في الجذر alright تمام لما x approach to 0 هذا شو بيعطيني هيعطيني لاحظوا هون اخوان اذا خلاص ما راح احط انا خط كسر لانه اصبح عندي هذا a على 1 ما في داعي اي مقدار على 1 مقدار نفسه وساين الصفر كام ب1 هذا 1 alright هذا 1 لاحظوا وساين الصفر كام صفر 1 minus 0 1 root of 1 1 وساين الزيرو 0 صح وساين الزيرو بواحد واحد على واحد إذا مضروب بصفر إذا يطلع عندي واحد واضح يا أخوان
طيب واضح يا دكتور. I hope so. لو جينا عوضنا بشكل مباشر هيطلع عندي 0 over 0. إذا شو بنقول له؟ لأوبيتال رول. بالضبط تماما. موضوع بسيط جدا. لو في أي مشقة أو في أي شيء أو في أي تعقيد كنا بسطنا أكثر من هيك. لمت هذا لمت. ناخذ البسط لحاله ابني بنشتقه والمقام لحاله بنشتقه. مشتقة البسط إذا واحد. أنت مشتقة كسرها مشتقة بسط في مقام ناقص مقام. مشتقة المقام في البسط إطلاقا ها وإنما مشتقة البسط لحال على مشتقة المقام لحال. إذا 1 minus cosine mean cosine x. x squared شو مشتقته 2x where x approached to 0. لو جينا عوضنا هون شو بيطلع عندي يا أخوان؟ المقام 0 cosine 0 بواحد 1 ناقص 1 0. إذا شو بيعدي هون؟ لأوبيتال مرة أخرى. تمام يا أخوان؟ لاحظوا limit شباب لو جينا اشتقينا المقام يعطيني 2. لاحظ كان x squared صار 2. إذا عم يتبسط إذا عم اشتغل صح أنا صح؟ مشتقة الواحد صفر مشتقة الكوساين نيجاتيف ساين في نيجاتيف بيطلع عندي بوزيتيف ساين x where x approach to 0 بيعطيني 0 over 2 شو بيساوي ابني؟ بيساوي إلى 0. في مشاكل؟ قلولي شباب يعني دكتور اتوقف الحل عند شيء اكمل مره ثانيه يعني عيد اينا اذا ما وصلت تمام ما مكمل باسلوب دوامه يعني باسلوب انه والله دائما مثل المشروع الاسطواني وكسري بيضه كسري بيضه كسري بيضه اوبيتال 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 ما يصير. اذا عند مرحله معينه مثل ما لاحظت انا هلا هون لو جينا طبقنا النهايه بيطلع عندي صفر على مين على صفر صح اللي له اوبيتال حيطلع عندك الموضوع عقد من هيك ولو اوبيتال لا انا الان هون استخدمت مين الدوال المثلثيه وتبسيطاتها هذا الايه هذا التان كتبته شو كتبته هلا هون التان كتبته ساين على كوساين يا صديقي صح ولا لا شو بلاحظ انه في عندي ساين اس كومن في النوميريتور والديرميناتور كانسل طلع عندي ناقص واحد بعدين السيك الصفر عباره واحد كوساين يعني وهذا ايه كوساين هذا بيطلع عندي 2 في 1 تربيع 1 على 1 عن ناقص 1 كثير تمام يعطيك لو جينا اخذنا الان اللي بعده هذا لاحظوا هذا تمرين على ستار ليه لانه نحن هذا ايه شفتوا التكامل من الصفر الى اكس صح صح ولا لا لما اكس يسعى للصفر حيكون التكامل من 0 الى اتسلف 0 يطلع قيمه التكامل 0 على 0 شو بقول له لأوبيتال رول هذا النوع من التمارين بيحبوه كثير شو بتفهموا من الكلام افهم فيعطيني ليمت مشتقة المقام كم هون واحد طيب مشتقة البسط مين بيعطيني مشتقة البسط يا شباب اللي هو مشتقة الجذر اللي هو مشتقة على... حبيبي مشتقة التكامل من صفر لاكس لي رود لجذر هذا الراديكال 1 بلس ساين تي دي تي نعوض الاكس بالتي اذا نعوض التي بالاكس ماشي اذا بيعطيني هذا روت اوف 1 بلس ساين مين ساين اكس فقط وير اكس ابروش تو 0 هيعطيني الان اذا هذا المقام واحد انا عم بكتبه بكتب روت اوف 1 بلس 0 يا صديقي بيعطيني روت اوف 1 از 1 صلى الله وبارك بس هذا النوع من التمارين ظريف انه مشتق التكامل محدود بزن من A الى X هذا من صفر الى X وال X approach to 0 طلع عندي اذا هذا 0 مشتقته استبدل مكان كل T ل X لو جينا هون عوضنا يا اخوان شو بيعطيني جيش تعويض صفر على صفر شو بيقولوا له اوبيتال صعب اوبيتال يا اخوان لا والله مو صعب طيب الاخوان كم صار عند الحضور عندكم مشتقة التان كم سيك سكويرد x مطروح من واحد على x كيوب إذا 3x سكويرد where x approach to 0 لاحظوا هم ما في أي ما في تبسيط هيعطيني كام أنا شوفوا أنا ممكن حل بطريقة ثانية هلا سيك سكويرد ماينس 1 بيعطيني 10 سكويرد صح 10 سكويرد x على x سكويرد إذا 10 x على x لما x يسعى للصفر بيعطيني واحد للتربيع واحد في ثلث بيعطيني ثلث لو بدي اشتغل انا هلا هون باوبيتال
لاحظوا هلا ها اوبيتال شو بقول له؟ اول مكان كل اكس صفر بيعطيني صفر على صفر بقول له لو اوبيتال مره ثانيه. فهمتوني يا اخوان شو حكيت من شوي ولا لا؟ فهمناك دكتور. هلا بدي اشتغلكم يا اخوان. اذا ليميت هذا ليميت، شوف يا صديقي انا شو عندي؟ مشتقة هذا كام؟ هذا 6x صح؟ مشتقة 6 سكوارد هو 2 ساك، هذا مشتقة الأوتر صح؟ في مشتقة الإنر شو بيعطيني؟ بيعطيني 6 سكوارد في 10x. يعني أنا أجد هلأ هون أنه لو عملنا الشيء الثاني لما x يساوي على الصفر هذا شو بيساوي؟ قل له limit. شوف ابني هلأ شو عندي أنا هون؟ 2 over 6 is a 1 third صح؟ إذا تلت sec squared x where x approach to zero في limit mean limit tan x over x صح where x approach to zero. كويس هيك؟ هذا شو بيعطيني؟ بيعطيني تلت sec الصفر كام؟ واحد للتربيع. إذا واحد للتربيع تان x على x لما x يساوي على الصفر كام؟ بواحد. أنا استعرضته أمامكم صحيح يا أخوان؟ شو بيعطيني؟ بيعطيني 3. واضح هذا؟ واضح. I hope so. شوفوا يا أصدقائي أعطيكم إياه بلون آخر. كان أنا من هون بإمكاني مباشرة قول كده هذا شو بيساوي؟ بيساوي إلى 3 limit tan squared x على x squared. واضح هذا ولا لا؟ لما x approach to zero هذا شو بيساوي؟ بيساوي تلت limit tan x over x وهذا مين squared لما x approach to zero. هذا شو بيعطيني؟ بيعطيني تلت في واحد squared. شو بيعطيني؟ يعطيني تلت. alright alright إذن or كده ما حبيت أن أكمل كمان orbital 0 على 0 بطلعتان هذا الصفر على صفر بيشتقوا بيطلع عندي 6 لكن مشتقته من المضروب حيكون طويل شوي بيطلع عندك نفس الناتج مفهوم يا أخوان؟ بس أنا ما حبيت أشتغل كده، حبيت أستخدم والله هني القوانين اللي بعرفها واشتغلناها سابقا. طيب خلصنا من هذا، نجي الآن هون لو جينا اشتقينا هذا تعالوا نشوف وطبقنا هذا. إذا تان انفرس الصفر هو صفر ابني، 0 ماينس 0 0 هذا 0 ب 0 0. إذا شو بقول له؟ لو اوبيتال رول. هذا شو بيساوي؟ ليمت هذا ليمت مشتقة البسط لحاله. مشتقة الأول 1 ماينس مشتقة تان انفرس إذا 1 أوفر 1 بلس إكس سكوير. على مشتقة مين الأول الواحد في الثاني ساين x plus x في كوساين x where x approach to zero. شباب هون لو جينا ايه طبقنا النهاية بشكل مباشر حيعطيني واحد على واحد زائد زيرو واحد، واحد على واحد واحد minus one zero على زيرو. طبق أيضا مين لأوبيتال مرة ثانية. لاحظوا هون المقام ايه حيصغر عندي، أظن شو يطلع عندي. إذن هذا limit مشتقة المقام مشتقة الساين كوساين صح، هذا كوساين بعدين زائد مشتقة الx واحد في كوساين كوساين في كوساين قبل اثنين كوساين minus x sin x صح ولا لا؟ مشتقة المقام لاحظوا هلأ هون في نيجاتيف، إذا حيطلع مشتقة نيجاتيف واحد على مقدار بتعرفوا مشتقة 1 over g of x كان بيساوي يا أخوان يا أصدقائي هذا مشتقة شو بيساوي؟ أنا عم أحكي معكم يا شباب g dash على g x تربيع g dash of x الله يستر عليكم إلهي على g a squared صح؟ صح ولا لا؟ فهون النيجاتيف اللي موجود حيطلع عندي بوزيتيف، اذا ناقص ايه مشتقة المقام اذا 2x ابني على المقام كله هذا للتربيع 1 بلس x سكوارد صح؟ وير الاكس ابروش تو 0.
هاي يطلع عندي. تعال نشوف والله اذا ما كان كل اكس بصفر، اذا صفر على واحد يطلع عندي عندي الصفر، صح ولا لا؟ على 2 مضروب بواحد مطروح منه صفر، اذا صفر على 2 يعطيني صفر. كلير؟ لو جبنا طبقنا النهاية هلا هون x approach to infinity squared infinity ln x where x approach to infinity infinity، شو بنقول له؟ دي اوربيتال رول. شو بيقول لي هذا؟ ليميت مشتقة البسط لحال to x مشتقة المقام 1 over x. لما يكون عندي انا هون في المقام عندي فراكشن، اذا بقول له هذا شو بيساوي؟ ليميت مضروب في مقلوب الفراكشن، اذا حيطلع عندي ليميت 2x squared. واضح يا اخوان؟ ضربنا هذا في x، صحيح؟ infinity squared infinity. clear؟ clear يا دكتور. I hope so. لو جينا طبقنا مين؟ رقم 11 و12 و13، انا ححل 11 و13، بتحلوا لي 12 انتوا الان. اذا طبقتوا الان شو بيعطيني؟ infinity over infinity. شو منقلو؟ the orbital rule. هذا شو بيساوي؟ اكتبوا لي هون يا اخوان، limit مشتقة 3x cube 3x squared over هو نفسه لما ال x approach to infinity هيعطيني infinity over infinity، إذا شو بقلو؟ the orbital rule. هذا شو بيساوي؟ limit هذا كام؟ 6x على نفسه EX، صح ما تغير، صح؟ لأن مشتقة EX هو نفسه، هيعطيني هذا نفس الشيء ابني infinity over infinity. شو بنقول له؟ الاوربيتال رول. الاوربيتال رول شو بيعطيني؟ limit مشتقة مين؟ البسط 6 على E point X where X approach to infinity، اللي هذا 6 limit مين؟ limit E negative X where the X approach to infinity. شو بيطلع عندي؟ 6 times 0 شو بيساوي إلى 0. clear؟ دكتور ليش negative E؟ رقيته هذا فوق، أو فيني أقول والله E X point X where X approach to infinity infinity، عدد على infinity بيعطيني صفر. أنا شو عملت له هاد؟ shift up. يعني بس رقيته، تمام رقيته فوق. شوف صديقي، حل 13 أنا بتحلو لي 12 أنتو، أنا لو هذا إيه؟ infinity في infinity 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 plus infinity infinity، صح ولا لا؟ أما infinity ناقص infinity هذا عدم تعيين، ما حدا اللي يجاوبني اللي infinity minus itself infinity يساوي صفر. واه، نحن بنقول لي مقدارين محدودين bounded مطروحهما من نفسهما من نفسه شو بيساوي؟ بيساوي إلى الصفر. أما الإنفينيتي unbounded، صح ولا لا؟ فالآن شو بنقول لهم؟ عم تفهموني يا أخوان ولا كلامي غير واضح؟ مفهوم. لا واضح. ليميت إذا بنشتق بالبسط، مشتق الأول واحد. دكتور بس لو ترفع الورقة فوق. أبشر. إذا مضبوط الورقة هيك، لحظة أشوف عندي. هيك كويس. تمام. شوفوا يا أصدقائي. يا. معلش خليني اشرب مي. كنا عن طبيب الاسنان بس سبحان الله. الله يسلمك يعني طبيب الاسنان بيبقى الدواء تبعه منفر جدا. إذا مشتق الأول في الثاني زائد الأول في مشتق الثاني، مشتق لين x 1 over x times x is 1، صحيح يا أخوان؟ مشتقة المقام مشتقة الأول 1 plus 1 over x، صح؟ where the x approach to infinity. تعال نعوض والله هون، شو بيطلع عندي شباب؟ شو بيطلع عندي؟ infinity على infinity. infinity لا 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 طول بالك، هدي أعصابك. infinity plus 1 infinity. يقول لي كيف يا أخي؟ يا أخي روح على البحر وكب فيه كاسة موية، شو الناتج؟ بحر، صح؟ نجي الآن 1 over x where x approach to infinity، هذا 1 over x approach to 0 إذا 1 plus 0، صحيح يا صديقي؟
infinity over 1 infinity 2 صح؟ صح. طيب أصدقائي تفضلوا كلكم خذوا ورقة وقلم حلوا لي هذا، أعطيكم دقيقتين كمان أنا كنت ارتحت شوي من الحكي لأنه منيح عم أحكي عم تفك عني البنج شوي شوي عم أحكي كأنه واحد مخدر، أنا فعلا مخدر يعني. يلا دقيقتين وجاوبوني. رقم 12 كوشين الانفينيتي كام يا شباب؟ الو طيب شو صار معك شباب؟ الو قاعد نحكي دكتور كم طالب حضران عندك الحبيب؟ 23 دكتور 23 دكتور 23 من ثلاث مجموعات خير ان شاء الله. انا ما راح اعيده هذا في الحصه بصراحه يعني انا بقولكم انا ببلغكم انه والله ما راح اعيده صراحه. أنا هشتغل الأسبوع هذا إن شاء الله خلص التكنيك تبع التكامل كله من 12 و 13 شاكين نخلصه إن شاء الله. ما كل واحد حجج لأنه والله ما عنده وقت يأخذ ساعة. هذا لو كان مباراة بتاخذوا ساعات براحتكم عمي براحتكم. شو صار معكم؟ مين بحب يحكي معي؟ أنا يا دكتور. مين؟ طيب قل لي شو اسمك؟ أنت من أي مجموعة؟ ما أدري أي مجموعة صدق اسم محمد. محمد أنت من أي مجموعة؟ من أنا الأربعة. خلاص اللي أنا من يوم الأربعة. طيب حاضر صدق. أبشر اشتقينا اول شيء اول شيء طلعت انفينيتي على انفينيتي كوشاين الانفينيتي كم يا صديقي انفينيتي كلها لان كوشاين شو الكوشاين كوشاين شو هو يا شباب هو عباره عن اي بلس اي نيجاتيف 6 على 2 2 وسماش اكشلي بيساوي نفس الشيء ابني e exponent x minus e negative x over 2 صح ولا لا؟ هذا هم صحيح infinity plus infinity 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 plus 1 infinity إذا the orbital rule هنقول هذا شو بيساوي limit هذا limit تمام؟ limit مين؟ مشتق البسط واحد زائد عفوا واحد هذا أنا آسف واحد زائد سين اكس صح؟ ماذا كان 2x where x approach to infinity أصدقائي سين شل infinity إذن e أس infinity infinity minus 0 على 2 إذن infinity بعدين هذا ما اكس تربيع هذا على 2 فهمتوا كيف؟ ديروا بالكم ما حد يقرأ لي اكس تربيع واضح؟ طيب نجي الآن واثنين في انفينيتي انفينيتي نطبق لأوبيتال مرة أخرى هيعطيني هذا الليمت مشتقة المقام كم يا أخوان اثنين مشتقة البسط إذا شو بيطلع عندي هم كوشاين اكس وير اكس ابروش تو انفينيتي كم بيطلع عندكم يا أخوان صفر كيف شلون صفر؟
كوشين انفينيتي يعني كان انفينيتي بلس 0 على 2 انفينيتي. يركز انفينيتي على 2 على 2 انفينيتو بس كلير. اي هوب سو. الله 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 الله. هذا لو جينا طبقناه بشكل مباشر شو بيعطيني؟ انفينيتي اوفر انفينيتي صح؟ نجي شو بنقول له؟ لأوبيتال رول ليميت مشتقة الباست كام؟ 1. مشتقة اي اس اكس هو نفسه وهذا كام؟ هذا 3 اي 3 اكس صحيح يا اخوان؟ وير اكس ابروش تو انفينيتي حيطلع عندي انفينيتي اوفر انفينيتي صح؟ شو بنقول له؟ لأوبيتال رول مرة أخرى ها؟ ليميت هذا ليميت. تبع يا صديقي الواحد مشتقة الصفر مشتقة اي اس اكس هو نفسه 9 times E3X where X approach to infinity. شباب أنا وقفت لغاية هون شو بساوي؟ صحوني أطلع لي U6 فوق E3X فوق شو بكرة عندي هلأ هون؟ يصير عندي هذا 1 9 limit E negative 2X where X approach to infinity أعطيني 1 9 times 0 شو بيساوي؟ بيساوي 0 clear؟ clear دكتور طيب وبسو نجي الآن تعال نشوف أصدقائي الله 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 هلهم إيه؟ طبعا الأشياء اللي عم أتركها هذه واجبات لاحظوا الآن لما X approach to 1 from right side هيطلع عندي هذا كم؟ هذا 1 على كم؟ مقدار يسعى إلى الصفر من اليمين إذا 1 على مقدار موجب يسعى للصفر إذا إنفينيتي صح ابني؟ ماينس إنفينيتي ما بقوله بيساوي الصفر إطلاقا. إذا شو بنعمل هلأ هون؟ نوحد المقامات. شنو واحد المقامات؟ إذا في شيء اسمه كروس ملتبلاي ذكرتوه. إذا إكس ماينس 1 يا صديقي مضروب بلين إكس هذا لين إكس ماينس 1 مضروب بإكس ماينس 1 يطلع عندي ماينس إكس بلس 1 تمام؟ هذا لما الـ X approach to 1 from right side جينا الآن هنعوض هون مكان كل X بواحد شو بيعطيني؟ بيعطيني صفر صح؟ لأن الواحد صفر واحد ناقص واحد صفر هذا شو بعد اللي بعدين؟ لـ orbital rule صح؟ صح يا شباب؟ صح يا دكتور limit مشتقة الباست 1 over X مطروح منه واحد مشتقة الأول واحد في لين X بلس X ماينس 1 over X where X approach to 1. أنا شو هقول الآن؟ هقول الشيء الثاني تبه لي يا صديقي هذا يساوي حضرب البسط والمقام ب X شو بيساوي؟ الليمت هذا الليمت عم نشوف عم تابعوني مزبوط صح؟ هذا كم؟ هذا X لين X بلس X مطروح منه واحد صح؟ بعدين شو عندي هون؟ عندي واحد مطروح منه X صحيح؟ ور X approach to 1 هيطلع الباص صفر والمقام لاحظ لين الواحد صفر بواحد صفر واحد ناقص واحد زيرو إذا شو بنقول له؟ بنقول له هذا لأوبيتال رول مرة أخرى هات لنشوف آخر شيء هو المفروض نحصل على نتيجة ليمت هات لنشوف أهو مشتقة الباست نيجاتيف 1 مشتقة المقام مشتقة الأول واحد في لين إكس إذا لين إكس بعدين مشتقة لين إكس 1 أوفر إكس في إكس بيعطيني 1 إذا بلس 1 مشتقة الإكس 1 هذا 1 where x approach to 1 هيعطيني كم؟ لين x 0 لين الواحد عفوا 0 بعدين 1 plus 1 is 2 negative 1 over 2 alright right دكتور هذا هو صديقي هذا homework same صديقي نفس الاسلوب تضرب هذا هنا وهذا هنا تعال نشوف الله إذن كروس ملتبلاي موضوع بسيط جدا أنا قربت أخلصها
وهذا هنا بس سيم. إذن هومورك لكم. طيب نيجي الآن مرحبا. هلا 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 شو عم يقول لي هون؟ وأعطينا يوم محلولات أوكي بس أعطيك اثنين غير محلولات ماشي. شو عم يقول لك؟ لاحظ القاعدة هذه هامة ماشي. ماشي والله بالهايلايت الأصفر أنا بعرف لين الـ A minus لين الـ B شو بيساوي؟ لين A على B صح يا شباب؟ صح. حلو أيوة. أحيانا بيحبوا يلعبوا على الوتر هذا إنه والله يسألكم فيه يعطيني لين لين minus لين لما X approach to infinity حيطلع عندي لاحظ هلأ هون لين infinity صح؟ infinity minus لين infinity infinity minus infinity فور. إذا شو بنقول الآن ما في هون توحيد مقامات صح؟ إذا شو بنقول لين الأول ناقص لين الثاني لين الأول على الثاني صح ولا لا؟ صح. اللين دالة متصلة إذا ندخل لين لجوا النهاية في كل لدينا نهاية إذا لين مين يطلع عندي الآن هذا كم؟ لاحظ درجة البصرة ودرجة المقام لما X في المعنى نهاية يطلع عندي 3 over 5 هذا واضح يا أخوان شلون حصلنا على؟ أيوة درجة البسط نفس درجة المقام. إذن لين الثلاثة على خمسة clear. clear طيب بتفهم علي هي 19 شرطين 19 ثلاث شرطات ماشي هذون إيه واجبات بنفس الأسلوب تماما لن آتي بجديد نفس الكلام تماما مفهوم يا أخوان؟ مفهوم يا دكتور. دكتور هذه بترسلها لنا بعد المحاضرة؟ الآن أرسلكم إياه إن شاء الله ما أتأخر عليكم معليش. Right. بس نيجي الآن لاحظوا شباب أنا شو عندي هون لين جذر ماينس جذر لما إيه هون ليمت عفوا ليمت أنا آسف وليس ليمت جذر ماينس جذر لما إكس في ما لا نهاية ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية الجذور هم في توحيد مقامات ولا في عندي أنا والله إيه دوال لوغاريتمية إذا شو عندي في شيء بعرفه شو اسمه مين؟ المرافق صح ولا لا؟ تذكروا هيك شيء؟ هذا المرافق المقدار ومن قسمه على مين؟ على مرافقه صحيح؟ فيطلع عندي الآن هذا شو بيساوي يا صديقي؟ بيساوي إلى بس نبدأ إيه خطوة واحدة بعدين بكملوا أنتوا لما أضرب أي مقدار مرافقه شو بيعطيني؟ مربع الأول إذا راح البوكس ناقص مربع الثاني إذا راح البوكس صح ولا لا؟ على روت بلس روت صحيح؟ لما x approach to infinity صديقي شو يعطيك الآن هذا limit هذا 2 x minus x صح؟ 0 2 minus 1 صحيح؟ وهذا مين؟ root plus root clear؟ ألو clear. طيب x plus 2 the x plus 2 plus 1 sorry يعطيني limit 1 على root plus root هذا x plus 2 هذا x plus 1 right plus 1 لما ال x approach to infinity هيعطيني infinity plus infinity مقام بسط على مقام s على infinity شو بيعطيني؟ بيعطيني 0 شو بيساوي؟ بيساوي 0 لا حدا يكتب لي واحد infinity ها ما حد يكتب لي كده واحد على انفينيتي بيساوي صفر هذا الكلام مرفوض واضح؟ واضح دكتور ها نهاية بسعة مقام مقام يسعى الانفينيتي هذا كله يسعى وين؟ تنس تو انفينيتي ما بنكتب واحد على انفينيتي بيساوي صفر هالكلام ايه؟ مرفوض تماما نحن نكتب كنهاية بسعة مقام مقام يسعى الانفينيتي إذا حيطلع عندي بسط على ام ايه على مقام يسعى الانفينيتي بيعطيني زيرو كلير طيب هذا الإلك أحل هذا الآن شو بيعطيني؟ هيعطيني هذا كام؟ اي في الناقص انفينيتي إذا بيعطيني زيرو لين اكس لما اكس في انفينيتي بيعطيني إذا بيعطيني انفينيتي زيرو في انفينيتي بدي أحولها إلى زيرو أوفر زيرو أو عملها نهاية عملها نهاية ناقص عندي هون اي اكس أو نيجاتيف اكس عندي لين اكس الأقوى هو اللين هو الإي عفواً لأن اللين دائماً إيه دالة ضعيف
نضع مين؟ نضع هذا وين؟ في المقام. فيكون لدينا عندئذ ليميت، اكتبوا لي هون لو سمحتوا، لين اكس هي الداله الضعيفه ما بنحركها، بنحرك الاقوى منها. اي اكس يصبح في المقام. لما اكس ابروش تو انفينيتي فيكون لدينا يا صديقي انفينيتي اوفر انفينيتي. صح يا اخوان؟ فهون شو منطبق؟ لأوبيتال رول. شو بيقول لي أوبيتال رول؟ اللي ليمت مشتقة البسط 1 over x، مشتقة المقام هو نفسه e with x where x approach to infinity. هذا e with x over 1 صح؟ البعيد في البعيد على القريب في القريب، فيكون لدينا إذن ليمت 1 over x e exponent x أو to the power x where x infinity. بسط على مقام في الانفينيتي شو بيساوي؟ زيرو. يساوي إلى الزيرو. كلير؟ كلير يا دكتور. نيجي الآن بنفس الأسلوب، هيطلع عندي هذا كام؟ هيطلع عندي هذا ما لا نهاية في صفر، صح ولا لا؟ إيه أصلاً ناقص ما لا نهاية صفر، وين بنحطها؟ بنحطه هون تحت، صح؟ فيكون لدينا ليمت، شوفوا يا شباب، x squared minus 1 e to the power x squared where x approach to infinity. هذا شو بيعطيني؟ infinity over infinity. شو بيقول لي هون؟ نطبق مين؟ the orbital rule. هذا شو بيقول لي؟ limit. تقول لي الآن مشتقة البسط لحاله 2x، مشتقة المقام شو بيعطيني؟ e x squared في مشتقة مين؟ the exponent. صح يا أخوان؟ صح يا شباب؟ صح. بروح الـ 2x في النوميريتر مع الدينوميريتر، ويكون لدينا عندئذ هذا شو بيساوي؟ خلينا نشتغل بالإزرقيكة أسهل الكتابة فيه. ليمت، وهذا شو بنعمل فيه؟ رقيه فوق. فيطلع عندي ليمت، عفوا شو كتبنا هون؟ طيب ما بشكله. هذا ضمن قوسين e negative x squared. All right. Where x approach to infinity هذا شو بيعطيني؟ بيعطيني zero. صح؟ صح. طيب ممتاز، خلاص هنقرب مين إلى بس اشتغل هذا وهاتنين بيشتغل واحد منهم والتاني انتو بتعطوني النتيجة، بيشتغل هذا وانتو بتعطوني نتيجة هذا. طيب الآن فضلوا اشتغلوا لي هذا، شو بيطلع عندي هذا؟ ما لا نهاية، وهذا اي اس ناقص ما لا او 2 اس ناقص ما لا يعطيني صفر. مين بدي احطه في المقام؟ نقلوني يا شباب. الاثنين اس اكس، اثنين اس ماينس اكس تصير اثنين اس اكس كيوب على 2 اكسبوننت اكس فور اكس ابروش تو انفينيتي شو بيساوي؟ يطلع انفينيتي اوفر انفينيتي. شو بيقول لي هذا؟ لو اوبيتال. طبق مين؟ لأوبيتال رول. كم مرة هنطبقه برأيك؟ ثلاث مرات لأن تكيب. صح؟ أحسن. مين عم يحكي معي؟ يزيد. هلا يزيد، هلا أخوي. بيعطيك هذا 3x squared وهذا 2 exponent x ونفسه مشتقة x هو واحد في لين الأساس لين 2 where x approach to infinity. يعطيني الزيرو أما لا نهاية أما لا نهاية. لو أوبيتال مرتين بيساوي ليمت مشتقة البسط كم يا صديقي؟ 6x على 2 exponent x في لين 2 squared. صح؟ where x approach to infinity. يعطيني infinity over infinity. لأوبيتال رول مرة أخيرة صح؟ آخر مرة. يعطيني الليمت مشتقة البسط هو 6 المقام 2 exponent x على لين 2 كيوب where x approach to infinity. لاحظ لو رقينا هذا فوق هيعطيني كم؟ 2 over لين 2 كيوب، هذا عبارة عن ثابت صح؟ في ليمت 2 exponent negative x where x approach to infinity شو بيعطيني؟ بيعطيني صفر. صح؟ بس clear. clear دكتور. مرحبا، في عندي شيء هون
هو الـ A، تذكروا الـ A لما أعطيكم في سكشن 5، الـ A شو هو؟ limit 1 plus 1 over x exponent x where x approach to infinity. صح الكلام ولا لا؟ صح. طيب تعالوا نشوف اللاين. هذا شو بيساوي شباب؟ هذا بيساوي الى limit مين 1 plus 1 over x exponent x، وهذا كله exponent كام؟ 5. صحيح يا شباب؟ صح. ال 5x كتبتهم كده، ها هذا ال x هنا ابني وهذا مضروب ب 5، وهذا شو بيساوي؟ يساوي الى، اذا هذا الليمت دخله جوا حيطلع عندي e exponent mean exponent 5. clear. طيب اشتغلوا 25، اشتغلوا 25 انتوا الان، كنا رايح لي دقيقتين. كم عدد حضور عندك يا زيد؟ حاليا 19. طوف من 26 الى 19، في ناس طلعت. طيب خير، طول لي والله ايه القائمه الحضور لو سمحت اصورهم. ايه صور لي قائمه الحضور بعد لي اياها. طيب لما ما اقول حاجه و80 طالب يحضر لي والله ايه اقل من 20، كل واحد حجج لي والله عندي امتحان وعندي امتحان وعندي امتحان. اوكي انتوا احرار، بسرعه شوي اشتغلوا لي هذا لو سمحتوا، الله يرضى عليكم. هذا ايه جابوهم في اختبارات، هو نفس التمرينين. شوفوا لي هذا، شوف بسرعه. يلا شباب بسرعه شوي. هون لو جينا ايه عوضنا بشكل مباشر حيطلع عندي 1 over a x، حيطلع عندي صفر لما x ما لا نهايه، بلس 1 exponent infinity حالم عدد التعيين. كان ممكن اخذ قاعده اللوغاريتميه، لكن هون اسهل لي، باخذ حسب تعريف مين؟ النابيير، هذا اسمه النابيير اللي هو عدد مين؟ عدد اي. زين بهذه الطريقه، وهذا نفس الشيء. تمام؟ شو صار معكم؟ مين بده يحكي معي؟ طيب إذا خلوه هوم وورك. ما كنت انتوا جماعه ما كنت تحكوا، فاتحين بس الجوالات او فاتحين هذا، وكل واحد عمل به اصطفلوا. لو جينا طبقنا هلا هون حيعطيني، اذا هذا واحد اي اس ما لا نهايه حيعطيني اذا ما لا نهايه، واحد على اكس ام اكس في ما لا نهايه يعطيني الصفر. هذا حاله عدم تعيين. شو بقول له عندي اذا؟ حقول له الان واي شو بيساوي؟ واي يساوي الى 1 plus e to the power 2x exponent 1 over x. بعدين الآن شو منقول؟ نطبق لن على طرفين مساواة، صحيح يا أخوان؟ لن y شو بيساوي؟ بيساوي إلى لن، هذا لن تبوا ليشوف الله هون شو عندي؟ 1 plus e 2x exponent 1 over x. حسب خواص اللين بيجي عندي هذا هنا، فيطلع عندي هذا عبارة عن مين؟ عبارة عن لين، اهو اكتبوها لين. لين مين؟ لين 1 plus e to the power 2x over x. تمام؟ واضح هذا؟ واضح. الآن بنشوف مين نهاية، شوفوا لي ها حكتب كده النهاية، حكتبها كده نهاية لما x approach to infinity لمي لدن ال y شو بيساوي؟ بيساوي نهاية، انتبهوا لي هون يا شباب، لما x approach to infinity لمي للن 1 plus e to the power 2x over x، وال x في الانفينيتي شو هيقطع عندي يا شباب؟ infinity over infinity. هذا شو بيقول لي هون؟ لأوبيتال رول، صح؟ وهذا شو بيساوي؟ اللي يساوي ليمت، هذا ليمت مشتقة البسط
أنا مشتقت المقام، مشتقت المقام واحد، مشتقت البسط إذا مشتقت للمقدار، مشتقت المقدار صحيح أخوان، ونفسه في مشتقت الأوس على المقدار نفسه، صح هذا ولا لا؟ صح. لما x approach to infinity، شوف أنا هون كان بإمكاني اختصر الموضوع وأصل طرفين البسط والمقام على e أس ناقص 2x، ماشي؟ لكن هو ممكن نطبق أيضا مين؟ نطبق لأوربيتال، حيعطيني infinity over infinity. شو بقول له؟ لأوربيتال رول أهو. خلاص باقي تمرينة نخلصها، يساوي إلى limit، هذا limit نجي الآن مشتقه البسط 4e to x، عرفتوا شلون صارت 4؟ مشتقه e to the power 2x ونفسه في مشتقه الاس 2 في 2 سابقا، اذا اصبح عندي 4. نجي الان مشتقه الواحد 0 مشتقه e to the power 2x ونفسه في مشتقه مين؟ مشتقه ال2 الاكسبوننت، فيعطيني هذا. اذا لاحظوا شباب البسط مع المقام باختصره بيعطيني كام؟ بيعطيني 2. إذن لاحظوا هون أعطاني الآن limit لن ال y where ال x approach to infinity بيساوي إلى 2. أنا أريد limit ال y، صح ولا لا؟ صح. بيساوي e to the power 2 where x approach to infinity. واضح يا أخوان؟ واضح. وهذا شو بيعطيني هان؟ هذا صفر exponent infinity، عفوا أنا آسف آسف واحد إيه أنا آسف واحد exponent مين infinity، أنا آسف إيه الصفر واحد، ماشي. إذن هذا homework، الأشياء عم تركها هذه homework، الأشياء في أشياء محددة أحلها، هذا ما لا نهاية الصفر مثل حليناه من شوي نفس الأسلوب، هذا أبني شو بيعطيني ما لا نهاية الصفر، صح؟ هذا رح حلو، ماشي؟ ليه؟ لازم هذا شو بيعطيني؟ بيعطيني الصفر والصفر. أنا حليت الآن شو حليت من شوي؟ ما لا نهاية الصفر، صح يا شباب؟ صحيح. ما حليت تمرين واحد بيكفي، ماشي؟ ماشي. بيكفي. هذا ما لا نهاية الصفر، ما لا نهاية الصفر، هذا واحد اسمه لا نهاية، بنفس الأسلوب تماماً. لما حد سؤال نموذج نموذج، إذا نفس الأسلوب ابني واي شو بيساوي؟ شوف حبيبي. y يساوي f of x دي e to the power x، وتروح من واحد to the power x. بعدها شو باخذ شباب؟ باخذ لين الطرفين، صح ابني؟ اهو هذا لين الطرفين. لين y شو بيساوي؟ يساوي الى لين، هذا لين مين عندي هون؟ عندي e to the power x مطروح من واحد exponent x، هذا شو بيساوي؟ x في لين، صح؟ e و s x مطروح منه واحد، ماشي؟ بيجي هذا هنا. الآن بدي أشوف النهاية يا شباب، صح؟ نهاية هذا اللين y لما ال x approach to zero from right side، هذا شو بيساوي؟ يساوي إلى تقول يلا هون limit هذا لين عفوا x في لين e to the power x بتروح من واحد لما ال x approach to zero from right side، هذا شو بيعطيني؟ هذا ال x zero، صح؟ e exponent zero هيعطيني واحد ناقص واحد، وهذا zero من اليمين يعني أكبر من zero بقليل، ماشي؟ بيعطيني هذا لين zero من اليمين، شو بيعطيني؟ infinity، صح؟ هذا اللين دالة ضعيفة، مين بحط أنا في المقام؟ الأكس. شو بصير عندي هون يا أخوان؟ تقولي هون لما أضع المقام في الأكس في المقام شو يصير؟ يصير 1 over x، صح الكلام ولا لا؟ هذا لين e exponent x مطروح من واحد دور x approach to zero from right side، هذا شو بيعطيني ابني؟ هيعطيني infinity over infinity، زي شو بقول له؟ لأوربيتال رول، صح؟ إذن هذا شو بيساوي؟
يساوي الى ليميت، هذا ليميت. شوف امي مشتقة المقام نيجاتيف 1 اوفر اكس سكويرد، مشتقة البسط مشتقة للمقدار، مشتقة المقدار على نفسه. صح يا صديقي؟ دكتور بس لو ترفع الورق شوي. ولا يهمك. Where x approach to zero from right side. البعيد في البعيد على القريب في القريب، فيطلع عندي limit. اكتبوا لي هلا هون. إذا e x مضروبا ب x squared هذا 1 minus e to the power x. صحيح يا أخوان؟ zero from right side. لأنه هم في نيجاتيف، ها؟ واضح؟ أصبح هذا 1 minus e with x. تمام يا شباب؟ تمام. لما x في الصفر حيطلع عندي المقام صفر، صح؟ البسط يطلع عندي مين؟ صفر على صفر، صحيح؟ لأنه هذا صفر بيقوى الصفر واحد، إذن 0 over 0 شو منقول له؟ لأوبيتال. إذن هذا شو بيعطيني آخر شيء؟ آخر شيء ها؟ limit أهو. تقولي الآن مشتقة البسط هو الأول هو نفسه، صح ابني؟ هذا في x squared بلس هذا مين؟ هذا 2x e to the power x، وهذا مين؟ negative e to the power x. where x approach to zero from right side. e is x في البسط وفي المقام، لاحظوا هلا هون، لاحظوا e is x as common، صح؟ شفتوه؟ فيعطيني هذا اذا بيساوي limit minus برا x squared plus 2x. لما ال x approach to zero from right side شو بيعطيني؟ بيعطيني صفر. وبالتالي limit ال y شو بيساوي؟ بيساوي e وس هذا الصفر كم؟ بيساوي واحد. واضح يا أخوان؟ بس طيب خلصنا هذا واحد. آخر واحد نحله. إذا شو بيعطيني هلا هاد؟ ما لا نهاية الصفر. ما في داعي حلو. بدي حلها لحظة. ما لا نهاية الصفر حلينا مثله، صح ولا لا؟ صحيح. إيه صح حلل. إيه هذا هوم وورك، ما في داعي. هون شو عندي؟ صفر الصفر، صح؟ حلينا صفر الصفر يا شباب؟ ايه الاخير ايه صفر الصفر. وهذا شو بيطلع عندي؟ هذا طويل شوية والله. طيب هذا ايه؟ هذا الصفر الصفر بنفس الاسلوب تماما تماما. اذا شو بيعطيني؟ y شو بيساوي؟ x to the power sine x، وبعدين باخد لين الطرفين ما في داعي لوين، صح؟ حيعطيني هذا sine x مضروب بلين x. limit لين الواي لما x approach to zero from right side شو بيساوي؟ limit sin x في لين x where x approach to zero from right side هذا شو بيساوي؟ بيساوي إلى zero. هذا لين ايه الاكس لما اكس على الرش تو زيرو فروم رايت سايد، اللين وين بروح؟ الى نيجاتيف انفينيتي. اذا عندي انفينيتي لاحظ ان اللين ده ضعيف، اضع مين؟ اضع الساين في المقام. شو يصير لدينا هلا هون؟ ليميت لين اكس اوفر كوساك اكس وير اكس ابروش تو زيرو فروم رايت سايد. هذا شو بيطلع عندي يا اخوان؟ عندي انفينيتي اوفر انفينيتي، صح؟ شو بقول له؟ لأوبيتال رول. ايه اكمل هون والله لو سمحت، اكمل لو سمحتوا. ماشي؟ تمام. طيب عندي انا هلا هون 1 زائد 0 يعطيني 1، صح؟ نهاية كوسيك اكس لما اكس على 0 من يمين شو بيعطيني؟ بيعطيني انفينيتي. اذا الواي شو بيساوي شباب؟ الواي بيساوي هنا هذا الساك x plus tan x exponent cosec x
بعدها باخذ مين؟ باخذ لين الطرفين، اهو لين الطرفين، لين يساوي لين، تمام. اذا لين واي يساوي لين مين؟ لين ساك اكس بلس تان اكس اكسبوننت كوساك اكس، صح؟ وين بيجي هذا؟ بيجي هون، فيعطيني لين الواي. اكتبوا لي هون لو سمحتوا، هذا اخر واحد. ها هذا شو بيساوي؟ بيساوي الى لين ساك اكس بلس تان اكس على مين؟ على ساين اكس. اوف اوف اوف، كيف صار هيك؟ عرفتوا كيف صار يا شباب؟ الو مقلوب الكوسيك. إيه. اذا كوسيك، كوسيك شو يعني؟ واحد على ساين اصبح ساين. نجي الان هنحسب مين؟ هنحسب ليمت لين واي بيساوي ليمت مين؟ هذا الكسر كله، لين ساك اكس بلس تان اكس على ساين اكس. طيب where الاكس approach to zero from right side، هذا شو بيساوي؟ بيساوي الى، اذا 0 over 0 بيطلع عندي هون، صح؟ اذا 0 over 0، اذا هذا هون 0 over 0 شو بيقول لي؟ لي اوربيتال رول. هذا شو بيساوي؟ بيساوي ليميت، ماشي، مشتقة المقام كوساين اكس. مشتقة البسط هذا نشوف شو مشتقته، مشتقة المقدار على المقدار، صح؟ اذا على ساك اكس بلس تان اكس. مشتقة الساك ساك تان، صح يا اخوان؟ ومشتقة التان ساك تربيع. انا عم اشتغل مع حالي شكلي. موجودين دكتور. معك والاكس زيرو، صح؟ هيعطيني زين، هذا هو بالشكل هذا. المقام كم هون؟ واحد. والمقام كم هون؟ سيك الصفر واحد بلس صفر، صح؟ سيك الصفر واحد، في تاني الصفر صفر بلس واحد للتربيع. واحد على واحد، واحد على واحد بيعطيني واحد. إذن لمت هذا الواي شو بيساوي؟ اي اس واحد، صح؟ بيعطيني اي. كلير كلير، ممتاز، صلى الله بارك. هذا كل حصتكم هذا ساعة تقريبا، صح؟ عم يقول لي ما فينه، عنده اختبار وما بعرف شو. الساعة صارت ايه؟ هي ساعة مباريات يا اخي. دكتور بس ارسلها لنا بعدين بالله تكفى. ابشر 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 يا اخوي، ابشر يا الحبيب، لا توصي حريص، ان شاء الله تكون عندك الليله باذن الله. انا بعثت لكم حتى اللي شرحته اللي هو partial fraction، صح؟